هاد الاسبوع اللي فات وجدت جوج ديال الطواجن مالحين وحلوين، طاجين ديال الدجاج بالبصله والزبيب، وطاجين ديال اللحم بالبطاطا حلوه والبرقوق. قلت علاش لا نشارك معكم هاد الوصفات ونفكركم بهم الا كنتو شحال هادي ما وجدتوهم تعاودوا توجدوهم. فبقاو معي حتى الاخير، ومرحبا بكم معي كاملين على مطبخ زيتو الاخضر، معكم هند. يلا نبداو في تحضير الوصفات. هادو هما المقادير ديال الطاجين الاول ديال الدجاج بالبصله والزبيب. بالنسبه للكميه ديال الدجاج هنايا وحتى ديال اللحم من بعد في الطاجين الثاني، فانا كندير على حسب عدد الافراد اللي حنا في المنزل. بالنسبه ليا حنا اسره صغيره، فقط انا والزوج والابنه ديالي، فما كنكترش اللحم او لا حتى الدجاج. ملي تنديرو كندير كميه قليله. غناخد الطاجين غادي نحط فيه البصله، غنضيف عليه شويه الماء، وغنضيف العطريه. العطريه اللي استعملت هنايا هي الكركم والفلفل الاسود والزنجبيل، شويه راس الحانوت، زعفران شعره، وكذلك السمن. من بعد غنضيف القزبر ومعدنوس وزيت الزيتون. تقدروا تحكوا تويمه، كما ممكن تضيفوا حتى العواد ديال القرفه مع هذه الوصفه. غادي نحط الدجاج ديالي يتشرمل، وغادي نضيف من بعد الزيت والقزبر ومعدنوس. غناخد البصله، من الاحسن البصله البيضاء، غنقطعها هكا دوائر وتكون رقيقه، وغنحطها على جنب. غنخلي حتى يطيب لينا الدجاج مزيان، يعني ما يبقاش خضر، عاد غنضيف عليه البصله، لان البصله تطيب لينا دغيا، وحتى هي كتطلق لينا الماء، والدجاج حتى هو تيطلق الماء. فمن الاحسن حتى يطيب الدجاج عاد نضيفو البصله. كنرويو الطاجين ديالنا. قزبر ومعدنوس دائما كنخليه هو الاخر باش يبقى عاطي المذاق ديالو. هنا الدجاج ديالنا طاب وتقلى، غادي نضيف هنا البصله، وغنضيف الزبيب كما قلت لكم من الفوق، وغنرش واحد شويه ديال القرفه، كما ممكن حتى طيب لكم البصله كتزيدوا واحد معلقه ديال العسل. بالنسبه ليا ما كنديرهاش، كنكتفي بالحلاوه ديال البصله والحلاوه ديال الزبيب، وحتى القرفه راها حلوه. غادي نرشها من الفوق. بالنسبه للزبيب تنغسلو بالماء طايب، وغادي نروي هاد البصيله بديك المرقه ديال الطاجين. ضروري ما نديرو هاد العمليه باش البصله تاخد اللون ديال اللون والمذاق ديال المريقه ديال الطاجين، وحتى المده اللي تيكون تيطيب فيها الطاجين. دائما نبقاو نرجعو للطاجين ونبقاو نرويو فيه بديك المرقه في كل مره، هكا الطاجين تيجي بنين والخضره تتجي مشربه ديك المرقه. هذا الطاجين ديالنا ديال الدجاج بالبصله والزبيب كيجي لذيذ ساهل ودغيا تيوجد. بالنسبه للطاجين الثاني ديال اللحم بالبطاطا حلوه والبرقوق، دائما كما قلت لكم الكميه ديال اللحم على حسب عدد الافراد في المنزل. بالنسبه للعطريه تقريبا غادي ندير نفس العطريه اللي درت في الاول. غادي ندير غنحك بصله، الكركم، شويه الماء مع شويه الملحه، فلفل اسود، شويه زنجبيل، شويه هنا غنلوح شويه حتى شويه القرفه في المرقه، شويه راس الحانوت الا بغيتو، وغادي نقلي اللحم ديالي ونخليه حتى يطيب وتدخلو، يعني صافي يطيب تماما. عاد نضيف عليه البطاطا حلوه، لان البطاطا حلوه دغيا تطيب، فما غنزيدها مع الطاجين حتى تطيب لينا هذيك اللحيمه. هنا غادي ناخذ البطاطا حلوه، غادي نقيها ونحطها في الماء. بالنسبه للبرقوق هنايا عندنا حنا هنا في اوروبا كنلقاو البرقوق دائما طايب، ما تتلقاوش خضر، فكنغسلو فقط بالماء طايب وكنزيدو على الطاجين الا بغيت نديرو مع الطاجين. غادي نحط البطاطا ديالي، وغادي نضيف البرقوق من الفوق. غادي نروي ديك البطاطا دائما ونسقيها من ديك المرقه ديال الطاجين، وغادي نبقى ندير هاد العمليه على طول المده اللي هو كيطيب فيها الطاجين. نبقى كل مره نرجع ليه ونضيف عليه مريقه من يعني نهز المرقه ونسقي ديك البطاطا، هكا تتجي البطاطا لذيذه
وزوينه، تتجي محمره كتجي رائعه. حتى الجين ديال البطاطا حلوه والبرقوق كيجي لذيد بزاف، وعزيز عليا هذا المذاق ديال الملح وحلو في الطواجن كيجي رائع. كنتمنى ان هاد جوج ديال الوصفات تكون فكرتكم بهذا النوع ديال الطاجينات اللي كتجي لذيذه بزاف وسهله في التحضير. تلقاو فيديوهات اخرى ان شاء الله، ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو لا فيديو مع الاحباب ديالكم. خليتكم على خير، تهلاو في صحتكم، السلام عليكم.